السلام عليكم إخواننا الجزائريين الجزائريات. الطريق مغلق مغلق حمزة. الطريق مغلق على بالكم من 22 فيفري ما صراتش هكذا. شوف أنا في البناني خرجنا من الحاميز ورانا طالعين للجزائر. الطريق مغلوقة مغلوقة، كاين لي بارج معمرة. يا سي القايد صالح باش تلتها أنت مع الإعلام، روح لتها الحين بدوي وبن صالح. إما لم يمتهي القايد صالح والله غير مجرد سفير إماراتي، ماك أمازيغي ماك عربي ماك جزائري. ارفد كابتك وروح. إما لا دوكا ديكاج قايد صالح، صافا بيان ديكاج قايد صالح، باسكو أنت مجرم، باسكو أنت راك حاب فتنة لبلادك، باسكو أنت مشكوك في جهادك، أنت مشكوك في جهادك، أنت والله ماك مجاهد باش تلحق تهضر على الهضرة على الإعلام وتخدم الجيش الوطني الشعبي منذ الاستقلال، على بالك لن تخرج كلمة دنيئة من الجيش إلا من فمك أنت يا واحد المنافق يا اللي ما تحشمش. كي كنت تخلص صوالحك بالحراك كنت تدي توفيق وكنت تدي لي ما ديرونجاوك لي ديرونجاوك. اه بيان، لا علام ولا كومبرومو ولا والو. خوا دوكا بديت حبيت تصنع رئيس، اقسم بالله ما تصنع رئيس، والله ما يكون الرئيس تاعك غير يكون فوق اشلائنا الرئيس نتاعك، مالا باش يكون في علمك، فهمت؟ ديكاج مالا ديكاج، انت مجرد سفير اماراتي هنا في الجزائر برك. والسلام عليكم ورحمه الله.